وقف أحمد في مدخل دار صديقه مراد وسلم في أدب. قالت أم مراد: مرحبا بك، حدثني عنك مراد كثيرا، إنه يترقب قدومك. وقف أحمد في مدخل دار صديقه مراد وسلم في أدب. قالت أم مراد: مرحبا بك، حدثني عنك مراد كثيرا، إنه يترقب قدومك. وقف أحمد في مدخل دار صديقه مراد وسلم في أدب. قالت أم مراد: مرحبا بك، حدثني عنك مراد كثيرا، إنه يترقب قدومك.